على بعضهم هو دوري المحلي من حي الوفاء إلى حي البرقي مرورا بالأحياء كلها لمدينة العريش مرورا بالفرق التي شاركت هنا في هذا الدوري 24 فريق وكل فريق يضم أكثر من 18 لعيب إذا أكثر من 300 مستفيد مباشر بالإضافة للأطقم الإدارية بالإضافة للأطقم التقنية المدربين والمساعدين المدربين صورة جميلة ورائعة لأعضاء لا لا مرتبة هي مباراة نهائية تحية للضيوف ديالنا سي الهنا ولا سي محمد هيدا إذن دخول الفريقين هو تحصيل حاصل لمجهود كبير نظم على مستوى فئة الفتيان في النسخة الأولى ودوري مونديال في النسخة الأولى فريق يعني حي البركي أمل البركي صاحب القميص الأزرق فيما حي الوفاء جمعية الوفاء باللون الأبيض طبعا أطقم التبنية هناك على مستوى حي البركي هناك قبدة والأخ عثمان فيما عبد الإله الزريقي هو عراب مدرب للفريق جمعية الوفاء هي المباراة النهائية حكم طاقم التحكيم حكم الوسط صلاح الوفي مساعد أول هشام الوطيحي مساعد ثاني كريم حردة حكم الرابع فيصل النطاف طبعا التنظيم يعود لمجلس أمناء مدينة العرائش العرائشيين كذلك بشراكة مع لاراس سيتي إذن استعدادات للنشيد الوطني المغربي الجمعيات الهادفة جميع الجمعيات الرياضية اللي خضعت القوانين الأساسية ديالها للقوانين النموذجية القانون 30/09 تصبح إذا الأجواء تبشر ب يعني رفع الروح المعنوية Yeah.